نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس وهو يصلي إذا قام من الركعة الأولى بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يعتدل قائما، وخاصة كبار السن، فهل تعتبر صلاته صحيحة وقرأ جزء من الفاتحة وهو غير قائم؟ نعم، الفاتحة يجب أن يقرأها الإنسان وهو قائم، لأنها ذكر القيام، فإذا ابتدأ بها وهو ينهض فإنها لا تجزئه، لا تجزئ، لأنه قادر على القيام، وإذا كان قادرا على القيام فإنه يجب أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم. أما إذا كان كبير السن ولا يستطيع إلا هذا، ويخشى إن ترك الابتداء بها حتى يتم قائما أن تفوته الركعة مع الإمام، فهنا يكون معذورا، فلا بأس أن يشرع بها حين ينهض. نعم.